سلام البنات، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير، في احوال جيده يا ربي. كيف كتشوفوا هذا الماسك؟ هذا كيف كتشوفوا في العنوان، الماسك هو تفتيح البشره. هذا الماسك واعر ولكن خاصو الدوام، يخصو يتعاود يدار ويتعاود، ماشي نديروه مره الاولى ونقولوا صافي ما جاش، ما عجبناش، ما دالينا والو. خاص الماسك الطبيعيه، جميع الوصفات الطبيعيه بصفه عامه خاصها تدار وتعاود ويكون دوام عليها، تكون دائما كنديروها باش تبان لينا شي نتيجه. والمقادير ديالو ساهلين وبساط ومتوفرين في جميع البيوت. نبداو الوصفه، كناخدو معلقه ديال الخرطال ولا الشوفان، كل واحد شنو كيقول ليه، معلقه صغيره. هذا الماسك كيبقى 3 ايام في الثلاجه، يعني الا بغيتي تخلطيه وديريه في شي بواطه صغيره وديريه في الثلاجه كيبقى لك 3 ايام. هذا الزوان مطحون، هادشي كنطحنوه وكنغربلوه، نقدروا ناخذوه مطحون، نقدروا ناخذوه عادي ونطحنوه ونغربلوه اللي بغينا. معلقه ديال الحليب مجفف نيدو ولا اي ماركه بغيتي، المهم انا هنا استعملت نيدو. كنجمعوا بالماء الورد، هاد الماء ورد البنات كناخذو مقطر عند هادوك الناس اللي كيبيعوا داك الزيوت الطبيعيه مقطرين. اغلب الزيوت كناخذهم مقطرين، ما كناخذش من هادوك ديال الشركات ما كتعرفهمش الزيوت حق زيوت حقيقيه ولا لا. هذا كتاخديه مقطر مصايب على يديك، عارفه شنو واخده وعارفه شنو كديري. معلقه ولا جوج على حسب داكشي اللي غيعجبني انا الخليط. وهذا البنات فيتامين او كيتباع في لي بارافارماسي، الثمن ديالو واقيلا شي 65 درهم ولا 60 درهم، كندير منه جوج قطيرات. البنات منين تسولوا على هذا الفيتامين او سولوا على اللي كيكون مخفف، ما كيكونش مركز، هذاك اللي كيكون مركز صعيب على البشره. هذا المخفف راه اللي في البارافارماسي كتكون عارفه شنو اللي غيصلح للوجه. المهم البنات كنخلطوا هذا الماسك مزيان، كنبقاو نخلطوه حتى كنشوفوا هذيك لا تيكستور اللي حنا بغينا، ما يجي يكون جاري وما يكونش عاقد بزاف باش يتابليكا لينا مزيان على الوجه. هكا البنات، المهم الماسك البنات كيكون على هذا الشكل، هكا نقدروا نابليكيو هكا. البنات نتمنى تجربوا هذه الوصفه، هي سهله بزاف، وتقلبوا على كل مكون في هذه الوصفه، تقلبوا في الانترنت تشوفوا كل مكون في هذه الوصفه علاش كيصلاح، شنو المنافع ديالو، باش تعرفوا باللي هاد المكونات كاملين هما فعالين ليطاش الحبوب الكل في اي حاجه، اي مشاكل البشره مزيانين ليها، ولا ما نفعوكمش ما غاديش يضروكم. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتداوموا عليها باش المهم البنات نتمنى تجربوا هذا الماسك، وتفاعلوا معايا في لي كومونتير وتقولوا لي شنو لي فيديو الماجي اللي بغيتو، شنو الوصفات اللي بغيتو، شنو انواع لي فيديو اللي بغيتو، باش هكا نقدر نعرف شنو نتوما محتاجين، شنو الفيديوهات اللي نقدر انا ندير. وهاد الوصفه البنات كنأكد باللي زوينه بزاف، غزاله 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 بزاف، غادي تجربوها وما غاديش تندموا عليها، وانا متاكده باللي غادي تعجبكم بزاف وغادي توليو مدمنات عليها ان شاء الله، غتبقاو ديما ديروها. يلا البنات خليت لكم الراحه ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. سلامه.